و كتاب عن انجازات مين بقى؟ انجازات كريستيانو رونالدو في الاسواق الايطاليه. الحقيقه كريستيانو رونالدو قصه كده، مش بس قصه نجاح لاعب، لكن هو استغل كل حرف في القصه بتاعته، يا في كتابه، يا في الفلوس اللي بتيجي من اللقاءات، يا عمل براند باسمه، لبس واحذيه وشنط وحاجات، ما سابش حاجه ما استغلهاش وما جابش منها فلوس. فطبعا صحيفه لا جازيتا ديلو سبورت الايطاليه اصدرت كتاب عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ما انتقل لصفوف اليوفنتوس الايطالي، وده خلال فتره الانتقالات الصيفيه، وقالت ان الكتاب بيتكلم عنه في 144 صفحة، بيروي تاريخ إنجازات نجم يوفنتوس الجديد تحت عنوان صفقة القرن. طيب دي حاجة برضو كانت معانا سريعا، نروح بقى إيه في